بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة برنامج الساعات المعتمدة الشباب عربي الفرقة الثانية المستوى الثاني، يجب الأخذ في الاعتبار أن منهج المحاسبة المتوسطة 2 موضوع الامتحان يتضمن ما تم شرحه سواء في المحاضرات أو بأسلوب التعليم عن بعد، حيث يتضمن المقرر المحاسبة عن عمليات بضاعة الأمانة، المحاسبة عن عمليات القوائم المالية المجمعة، المحاسبة عن عمليات الفروع المستقلة، المحاسبة عن عملة الأقسام. والله الموفق، محمد عبد الحافظ.